إذن السلام عليكم. فد الخبر، إذن السيد هشام أيتمنى يجتمع بلجنة المنخرطين. اجتمعت قبل قليل بمنزل السيد هشام أيتمنى لجنة المنخرطين بجمعية نادي شباب المحمدية، وأكد لهم أن الباب ديالو فاتح للمنخرطين لا لشيء سوى لمصلحة شباب المحمدية اللي هي فوق كل اعتبار وفوق كل شيء. السيد هشام أيتمنى في هذا اللقاء مع لجنة المنخرطين اسمع لهم ما جاء في اجتماع اللجنة الأخير اللي انعقد بفندق أفانتي، وأعطى السيد هشام أيتمنى في الاجتماع نظرة دياله العامة والمتكاملة لشباب المحمدية في الوقت الراهن والآفاق المستقبلية كيفاش كيشوف الفريق، وأكد لهم أنه مع نادي شباب المحمدية وغادي يبقى مع الشباب وغادي يبقى يدعم شباب المحمدية كما كان من قبل ومنذ سنوات عدة. وفي هذا الاجتماع تاع اللجنة اليوم استمعوا للسيد هشام أيتمنى بكل مسؤولية وبكل موضوعية. وفي هذا السياق علمت محمدية بريس أن لجنة المنخرطين عما قريب جدا غادي تخرج بالقرار اللي وصلت ليه واللي كيهم مستقبل شباب المحمدية. وللتذكير هذه اللجنة هذه هي اللي انبثقت من المنخرطين ديال نادي شباب المحمدية، وكانت تكلفات في الأول واجتمعت مع رئيس الجمعية السيد الحاج الزياتي. مشاهدينا، في ختام هذا الخبر العاجل، السيد هشام أيتمنى يجتمع بلجنة المنخرطين بجمعية شباب المحمدية. دمتم بخير وإلى اللقاء.